طبعا الحمد لله، اكيد الفوز مهم جدا، وبالذات لما بيكون خارج ملعبك. ثالث مباراه لينا، وشايفين يمكن الدوري الجزائري في مناطق للمنافسه، في فرق ماشيه بشكل ايجابي وكامل النقاط بتحققها، وفي فرق برضو قريبه من يعني الدخول في المنافسه. فكان الفوز النهارده مهم، والوصول للنقطه السبعه كان مهم جدا جدا جدا، وبالذات اما بتكسب مباراه خارج ملعبك. بشكر اللعيبه، هناك بعض الاشياء طبعا عاوزه شغل، وانا سعادتي وزعلي النهارده يعني في سعاده وفي زعل. السعاده ان الفريق ده يعني تقريبا عمره شهر، يعني عمره شهر، وكل اللاعبين اللي شايفينهم في الملعب ما فيش الا القندوسي قديم او زكريا حارس المرمى، كل اللعيبه جدد. فاحنا بنتكلم على فريق جديد، فريق شاب، فريق يعني انا قضيت معاه شهر بس، فبالتالي الحمد لله الخطوات ايجابيه، لكن لسه في شغل كتير جدا جدا جدا، وفي مطبات لسه هتبقى في الطريق. لكن المهم اللي انا بقول ان احنا بنبني فريق للمستقبل، فريق شاب، فريق يليق باسمه وفاء سطيف، وفي نفس الوقت بتمنى ان شاء الله احقق الهدف بتاعي ان انا اكون في المربع الذهبي السنه دي ان شاء الله، وباذن الله كمان يعني ننافس وننافس على البطوله نفسها. لكن يمكن بالمنطق وفريق جديد وكله شاب وكده، ان شاء الله هنبقى في المربع الذهبي او هنطمع اكتر ان شاء الله. شفناك اليوم غمرت باللعب النيجيري عنده اسبوع من اللي جاء وكنا الحمد لله، يمكن المغامره ربنا وفقني فيها، وشفنا هو جاب هدف الفوز، اداؤه طبعا مقنع جدا جدا جدا. ويمكن كان رئيس النادي بيتكلم معايا امبارح لسه بيقول لي، لان كنا في مناقشات وانا في التربص في تونس نختار اي لاعب، وانا اتفقت معاه واستقريت مع السيد عبد الحكيم سرار ان احنا نجيب النيجيري، انا وهو اتفقنا على نفس الراي. فسعداء بان اللاعب طلع جيد، وفي نفس الوقت هيبقى اضافه كبيره ان شاء الله لوفاء سطيف ان شاء الله. انا عاوز يعني اكد عليه، جمهور وفاء سطيف جماهير عظيمه، يعني من الحاجات النادره ان انا شفتها في مشواري في الكوره، جماهير وتشجيعها وحبها للفريق ووعيها حاجه تسعد، ودي بتحط علينا مسؤوليه اكتر. سطيف طبعا اسمه كبير جدا، عاوز اقول لك بمنتهى الامانه يمكن وجود وفاء سطيف في البطوله السابقه في الادوار النهائيه ده كان سبب من اسباب ان انا اقتنع، يعني انا كان عندي عروض من المغرب، كان عندي عروض من الجزائر هنا تاني، لكن اسم وفاء سطيف طبعا اسم كبير، وفي نفس الوقت وجوده في المرحله الزمنيه القليله جدا كان لسه في الادوار النهائيه، هو ده اللي خلاني اقول يمكن هذه فرصه كويسه ان شاء الله مع بعض التدعيمات ان احنا نقدر نعمل حاجه ان شاء الله.